The government of Syria must do what the international community has demanded, cooperate fully with the Meles investigation, and stop trying to intimidate and destabilize the Lebanese government. The government of Syria must stop exporting violence and start importing democracy. لن يكون الرئيس بشار هو من يخفض رأسه لأي أحد في هذا العالم. نعم للبندقية المقاومة، شرط أن تكون بندقية لبنانية، شرط أن تكون بندقية لبنانية. نحن أشرف وأرفع وأرقى وأنقى وأصفى وأطهر وأخلص وأكبر من أن يجرؤ أحد على اتهامنا في خلفيتنا الوطنية. ما بيجوز بقى يبقى الرئيس أمير لحود بسدة الرئاسة، ويتطلب هذا الأمر إنهاء وضع الرئيس الحالي. جهاز هذا الجهاز الأمني، جهاز القتل، يكمنوا في بعد رئاسة الجمهورية. أنا كان بنصحه لأمين لحوه أنه يستهين. أتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية مباشرة، داعيا إياه إلى وقفة ضمير وطنية وأخذ المبادرة بتقديم استقالته في أقرب فرصة. أي معارضة؟ إلي لأي معارضة منه؟ لم تدم طويلا العفوية الشعبية الجميلة التي شكلت اللحظة التاريخية للرابع عشر من آذار، والتي تحولت سريعا لوحة جميلة تعلق على جدار. وعد الوحدة والحرية التهمته الطوائف وهواجسها وحسابات الزعماء وتحالفات الانتخابات، ومخزون الأمل المبشر بالانتقال من الاحتلال الناجز إلى الاستقلال الناجز استنزفته صراعات المحاور الإقليمية والدولية التي عاد لبنان ساحة لها بعدما سحب كورقة من يد سوريا. انتقل البلد الحاجز من الوصاية السورية برعاية دولية إلى الرعاية الدولية بمعارضة سورية. طالت المرحلة الانتقالية بين ما كان وما لم يكتمل. أكثرية نيابية متعددة غير ساحقة وفيتو شيعي حاسم. امتلأ الوقت الضائع بصراع مثلث على السلطة وأدوار الطوائف فيها، وعلى موقع لبنان الإقليمي ودوره في المشروع الكبير لتغيير الشرق الأوسط. وأدارت سوريا أيضاً صراعها مع العالم في لبنان. انقسم اللبنانيون وتساجلوا على الخيارات والقرارات، ونادوا بالحوار الذي لم يكن سوى الوجه الحقيقي للخلاف. إنه حوار بالوكالة في صدام محاور أمريكية غربية وإيرانية سورية أدخلت لبنان في دهليز متعدد الأنفاق. الحرائق كثيرة ومنتشرة على رقعة الشرق الأوسط، واللبنانيون المهددون بإضاعة الفرص يتصارعون ويصارعون لإغلاق أبواب القلق وفتح نوافذ الأمل. Thank you.
كأن الاستقلال الثاني الموعود احتاج إلى مزيد من الدم ليتكثف الأحمر في لون العلم. بعد الجولة الأولى للانتخابات في بيروت، اغتيل صباح الثاني من حزيران 2005 الصحفي والكاتب وأحد أبرز رموز ساحة الرابع عشر من آذار سمير قصير بتفجير عبوة تحت سيارته في الأشرفية. سار الآلاف في تشييع قصير، وبينهم الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي الذي ختم سنوات النضال الطويل بالانتظام في صفوف العنيدين المطالبين بالسيادة والحرية والاستقلال. هذا الراقص العتيق في حقول الألغام اللبنانية والعربية اغتالته بعد 3 أسابيع من اغتيال سمير قصير عبوة زرعت تحت سيارته في بيروت وانفجرت بجسده لحظة الانطلاق في 21 حزيران 2005. بعد الاغتيالين اجتمع أركان المعارضة السابقة محملين النظام الأمني اللبناني السوري المشترك المسؤولية ومطالبين بتنحي رئيس الجمهورية ليكتمل انتصار أو انقلاب الانتخابات. لكن العماد عون الذي كان حقق انتصاراً كاسحاً في جبيل وكسروان والمتن الشمالي وأحدث اختراقاً مفاجئاً في البقاع الأوسط وحقق أرقاماً عالية جداً في بعبد علي، ناقض خيارات قوى الرابع عشر من آذار وأعلن من كركي أن التصويب على الرئيس لحود تضليل للتحقيق. يعني وقت اللي بيطلع الأستاذ وليد جنبلاط دغري بيقول لو البترك سمع منا ولو بيسمعوا منا وشيلوا إيميل لحود ما كنت صارت الجريمة مبارح، هون في محاولة خلق فتنة. طيب كيف شكل دغري بيتهموا النظام الأمني ودغري بتتوجه الأنظار على الرئيس لحود؟ هيدا في تضليل للتحقيق كمان. سنة كيف يعرفوا بالجريمة من عملها قبل ما يصير في تحقيق؟ فازلين على اطلاع عليها، صار عندنا شك نحن باللي عم يدعوا انه النظام الأمني عم يعملها، انه دائما النظام الأمني. استفاد الرئيس إيميل لحود من معادلة حماية جديدة وفرتها له الانتخابات، وقوامها تأييد حزب الله وقوة العماد عون والسقف الذي وضعه البطريرك صفير الذي عارض إسقاط رئيس الجمهورية في الشارع داعياً إلى الاحتكام إلى الدستور. Are you thinking about resigning? For sure I'm not resigning. I'm staying until the end of my term. And I can tell you I was elected by the Lebanese parliament. The ex-prime minister, Mr. Hariri, gave me his votes as well. So why do they say that it was the Syrians that did that? It was in a free will by the members of parliament. كانت التحالفات الانتخابية الهجينة قد أفرزت نتائج ملتبسة ضاعت فيها الحدود بين أكثرية جديدة قوامها 72 نائباً توزعوا على التيار المستقبل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب وشخصيات قرنة شهوان والكتلة الشيعية المكونة من حزب الله وأمل وحلفائهما والتي تحالفت مع تيار المستقبل والحزب الاشتراكي في إطار ما عرف بالتحالف الرباعي، فنالت 32 نائباً واختزلت التمثيل الشيعي. أما العماد عون فانتزع مع حلفائه الجدد 21 نائباً. ولأن التصويت حصل طائفياً في المناطق المختلطة وسياسياً في المناطق الصافية، فقد تكوكب المجلس الجديد حول 4 كتل وأقطاب وسط انعدام حضور المستقلين، وهذا ما دفع البطريرك صفير للقول إنه أصبح لكل طائفة زعيم. اعتبر حزب الله أنه سلف وليد جنبلاط وحلفائه
11 مقعدا في دائرة بعبد علي ضمنت الأكثرية للأكثرية السياسية الجديدة. لذلك استطاعت الكتلة الشيعية النيابية أن تفرض نبيه بري من جديد رئيسا قديما جديدا للمجلس النيابي الجديد. وبعد مساومات واتصالات داخلية وخارجية رفعت واشنطن وباريس الحظر عن إعادة انتخاب بري الذي نال 90 صوتا، فيما شكل الرافضون وغالبيتهم من النواب المسيحيين كتلة أوراق بيضاء بلغت 37. أول عمل تشريعي استعجله المجلس الجديد كان إقرار العفو عن قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعن موقوفي الضني وعنجر بإجماع النواب الحاضرين وانسحاب نواب حزب الله. وبعد أيام أطل جعجع على اللبنانيين والعالم عبر الشاشات في مطار بيروت، وقال كلاما يختصر تجربة ومعاناة صقلها 11 عاما وثلاثة أشهر وخمسة أيام. أيها اللبنانيون، خرجتم من السجن الكبير الذي كنتم قد وضعتم فيه، فأخرجتموني معكم بالفعل ذاته من السجن الصغير الذي كنت قد وضعت فيه. لقد كانت سنوات طوالا ظلماء سوداء كادت تطيح الوطن. كانت ظروف اعتقالي قاسية، حقا قاسية، وبرغم ذلك كان يسودني دائما اطمئنان داخلي غريب مرده إلى أنني كنت أعيش ذاتي وليس ذاتا مصطنعة. كنت أعيش قناعاتي ولو على مساحة 6 أمتار مربعة فقط. كان هذا بالنسبة إلي وبما لا يقاس أفضل من أن أعيش قناعات غيري ولو على مدى مساحات الكون برمته. الحقيقة ما حسيت انه تغير اشياء كتير، حسيت مثل كأنه امبارح نمت بالبيت وقمت وهي الدنيا. يعني تاني يوم مثل ما كانت امبارح، التواصل مع قلت امبارح مع جمعة الماضي، مع الشهر اللي قبله، مع السنة اللي قبله. طبعا شفت بعض الوجوه كبراني غير ما كنت عم بعرفها. الوجوه اللي كنت اعرفها دغري عرفتها على اكيد. طبعا في بعض الوجوه اللي كنت اعرفها عرضا غيبت عني أسماء بشكل دقيق. في البعض ذكرت اسمه الأول، بس عم بحكي هو الأشخاص يلي أصلا يعني ما بعرفهم بشكل عميق، بعرفهم عرضا. فما نسيت حدا إذا بدك. ما لقيت الوجوه غريبة، لقيتها كبراني. في البعض لا، لقيتهم بعضهم وكأنه مثل ما كان وقت لي تركتهم. اكتمل عقد المجلس وجاء دور البحث في تشكيل الحكومة الجديدة والأولى بعد الانتخابات.
فقد قاد فؤاد السنيورة الذي حاز ثقة 126 نائبا مفاوضات شاقة للتوفيق بين شروط الكتلة الشيعية التي أصرت ونالت حقيبة الخارجية ومطالب الأكثرية الجديدة وكتلة العماد عون، مع الأخذ بعين الاعتبار موقع رئيس الجمهورية التي أعلنت واشنطن أن تنحيه ليس أولوية. أظن كان هنالك اتجاهين، اتجاه يقول إذا اتفقنا نحن والعماد عون ومجموعة القوى السياسية الأخرى على تشكيل حكومة وأطلقنا هذه الحكومة، سوف يوقع رئيس الجمهورية هذه الحكومة لأنه لا مفر آخر من توقيع هذه الحكومة لأن جميع القوى السياسية ممثلة بها. وكان هنالك تيار آخر يقول أنه رغم كل المفاوضات الجارية رئيس الجمهورية ما زال يملك التوقيع الدستوري على مرسوم تشكيل الحكومة، فلا بالتالي لابد من إرضاء رئيس الجمهورية. تأليف الحكومة بدك عملية حسابية، ولد صغير بالستيام صف الستيام بيعرف يعملها، إلا أنه خيي ننسى نحن شو منمثل وشو شلحتنا الانتخابات وقانون 2000، حسبونا على العدد الموجود معنا بيطلع لنا 6 الحكومة. شو ما كيف ما ألفت الحكومة بأي عدد أعطونا 6 المقاعد، من 6 أعطونا وزير، من 12 أعطونا 2، من 18 أعطونا 3، 24 4، 30 5. لا ما بدهم يعطونا بحجم عددنا. أعطت زيارة العماد عون لزعيم تيار المستقبل سعد الحريري في قليتم بارقة أمل بحل عقدة تمثيل التيار الوطني وحلفائه، خصوصا وأن عون صرح بعد اللقاء عن اتفاق نهائي على مستقبل لبنان. ولكن بعد ساعات انقلبت الصورة. أخلوا بالوعد اللي كنا متفقين فيه، كنا مرشحين 2 من التيار، 1 الأرمني من كتلة التشناك وواحد من كتلة زحلة، ما اجوا بالتشكيلة لانه ميرسي. ما كمان نحن كمان في علينا ضمانات، وقت ما ناخذ على عاتقنا شيء معين بدنا نبين من العدد. كان بدهم هن يوم الثلث المعطل او يضربوا الثلث المعطل. انا ما بدي، مش عم فكر بثلث معطل، هن عم يعملوا، هن لفتوا له نظري، هن لفتوا له نظري للثلث المعطل وحكى فيه وقت صاروا يحكوا بالثلث المعطل. فهمت لا مش عم يعطوني المقعد، شو راح بيغير؟ فهمنا انه في ثلث معطل. وبعدين ثلث معطل دغري فرض انه انا حليف مع حزب الله ومع امل وما نشكل ثلث المعطل سوا. فهمت علي كيف؟ طيب كيف فرض علي حلف منه موجود؟ لعب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ومعه تحالف الأكثرية ورقة الثلث المعطل لحيازة قرار مجلس الوزراء. وبعد أن ضمن الرئيس لحود الوزراء الشيعة أصر على تمثيل العماد عون لتأمين مشاركة الجميع في الحكم، فتعقدت المفاوضات 20 يوما. في 12 من تموز نجا وزير الدفاع الياس المر من محاولة اغتيال على طريق انطلياس النقاش. منذ تلك اللحظة لم تعد الانفجارات تفاجئ أحدا في بلد يبدو ممددا طائعا على مائدة النار والدم. حقيقة لما طلع الانفجار أول شيء ما شعنا شيء، يعني شعنا نار ومثل كهرباء بقلب العربية قوية كتير. طلعت بالضابط اللي قاعد حدي بالسيارة، شفته غير عن الوعي، وطلعت بالمرافق اللي معي شفته كمان غير عن الوعي. جربت افتح ميلتهم البواب لنزلهم من السيارة، بواب مسكرة ما ولا ممكن، والنار عم تطلع بالعربية. الشباك اللي من ميلتي كان مكسور، نطيت منه على الطريق ونزلت وقفت سيارة فيها 6 فرمشانية مشكورة اليوم وبكرة وعلى طول ما بتتكافى.
كانت تلك المرة الأولى التي يستهدف فيها مسؤول من الدائرة الضيقة للحكم وصهر رئيس الجمهورية، ما سمح باختلاط المآسي والأقدار والرجال، فتمت مصالحات عفوية وظرفية في المستشفى فتحت نافذة حل قرب موعد ولادة الحكومة. وبعد أيام قليلة حسم الرئيس المكلف فؤاد السنيور الأمر بعرض حكومة من 24 وزيرا من دون مشاركة ممثلين للعماد عون وبمشاركة حزب الله للمرة الأولى رسميا. كنت في مرحلة تريد إصدار مراسيم، وهذه المراسيم سوف تصدر عن رئيس الجمهورية، ففضل الرئيس المكلف أن يعقد اتفاقا مع رئيس الجمهورية. نالت حكومة فؤاد السنيورة الدعم الأمريكي بعد أيام أثناء الزيارة المفاجئة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى بيروت تحت عنوان دعم لبنان الجديد والديمقراطي. This is an exciting time for the people of Lebanon as well as for the people of Middle East. I think that the whole world was inspired by what took place here. And I came to offer the support and the best wishes of the United States to the new government that you will head. Thank you. مفاجأة الزيارة التي شمل برنامجها لقاءات مع رئيسي المجلس والحكومة والنائب سعد الحريري، تبعتها مفاجأة أخرى هي زيارة رئيس الجمهورية إيميل لحود، ثم لقاء العماد ميشيل عون بصفته زعيم المعارضة. وقيل إن رايس طلبت من الرجلين تسهيل مهمة حكومة السنيورة. فيما كان الناطق باسم الخارجية الأمريكية يكشف عن اتفاق أمريكي فرنسي بتخفيف الضغط بشأن حزب الله لئلا يؤثر على الثقة بحكومة السنيورة، دخلت دمشق على خط الوضع الحكومي عبر تعقيد مرور الشاحنات اللبنانية إلى الدول العربية عبر الحدود اللبنانية السورية، وأرفقت سوريا الخطوة باتهامات للحكومة اللبنانية وبطلب تعويضات عن سوريين قالت إنهم اختفوا في لبنان. تزامنت أزمة الحدود مع انهماك لجنة صياغة البيان الوزاري في نقاش صعب حول صيغة تؤمن الحماية لحزب الله كحركة مقاومة ولا تتعارض في الوقت نفسه مع القرارات الدولية وخصوصا القرار 1559. صح طول كتير لطلع هذا البيان، لكن بعتقد إذا بتقرأ المسودة تبعه بتقدر هاي المسودة تشكل أرضية لعقلية هاي القواسم المشتركة اللي كانت موجودة، وهذا كان في تفاهم عليها ونحن بعدنا مصرين عليها. وأخيرا عندما اطمأنت دمشق إلى صيغة البيان الوزاري حول العلاقات معها وفق اتفاق الطائف، فتحت الطريق للرئيس السنيورة فقام بزيارته الرسمية الأولى إلى العاصمة السورية، والتقى الرئيس بشار الأسد في 31 تموز وعاد مرتاحا. بعد هذه الجولتين من المباحثات، الأولى مع دولة الرئيس والثانية عندما زرت سيادة الرئيس بشار الأسد، أعود إلى لبنان وأنا راض عن ما ينبغي أن يصار إلى القيام به من خطوات لتعزيز هذه العلاقات على أساس العلاقات الصحية المتبادلة بين الطرفين والعلاقات المتكافئة لما فيه مصلحة الشعب السوري والشعب اللبناني. اعتباراً من شهر آب ضبط الإيقاع السياسي اللبناني والإقليمي على حركة رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس وفريقه المؤلف
من 120 شخصا. في 30 من آب سدد ميليس ضربته الأولى بطلب اعتقال القادة الأمنيين الأربعة: المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، مدير المخابرات السابق العميد ريمو عزار، وقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، وأوصى بتوقيفهم كمشتبهين بهم. بعدما حقق ميليس الهدف النفسي والقضائي والصدمة الناتجة عن التوقيف، انتقل إلى المرحلة السورية من التحقيق، وإثر مفاوضات حول الترتيبات باشر اعتباراً من 20 أيلول الاستماع إلى ضباط كانوا معنيين بالملف اللبناني، وعلى رأسهم اللواء غازي كنعان والعميد رستم غزالي ومعاونيهما. أخذت تطورات التحقيق الدولي تتحكم بالوضع الداخلي اللبناني وتكشف هشاشة لقاء ممثلي ساحتي 8 و14 آذار على طاولة مجلس الوزراء عند ملامسة أي موضوع جوهري. وهذا ما حدا بالرئيس السنيورة إلى الانتقال مرات عديدة ليلاً إلى مقر الأمين العام لحزب الله للتوافق المسبق على صيغة تنظيم الخلاف قبل أي جلسة لمجلس الوزراء تقع في محطة مفصلية. مش مفارقة أنه يعني أو مش صدفة أنه حزب الله ما حكم أيام غازي كنعان، حكم بالمرحلة الحالية، ولا أيام رستم غزالي، حكم بالمرحلة الحالية. توقيف القادة الأمنيين الأربعة أعطى أيضاً مبرراً سياسياً لمعاودة انقضاض المعارضين على الرئيس إميل لحود الذي بدأ يعاني من شبه عزلة أمريكية وأوروبية تجلت خلال ترأسه الوفد اللبناني إلى اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك منتصف أيلول. ففيما تجاهل الأمريكيون حضور الرئيس، استقبلت الوزيرة كوندوليزا رايس النائب سعد الحريري الذي كان له أيضاً برنامج لقاءات واسع مع زعماء عرب وأوروبيين. كذلك أمنت الإدارة الأمريكية حشداً دولياً حول رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في مؤتمر المجموعة التأسيسية لدعم لبنان، الأمر الذي أثار قلق الثنائية الحزبية الشيعية مما وصفته مقايضة القروض والمساعدات برأس المقاومة وحزب الله. فرد فؤاد السنيورة بأنه يرفض فحص الدم الوطني، بينما حذر سعد الحريري بأن أحداً لن يستدرجنا إلى أزمة على أبواب تقرير ميليس. تجمعت عناصر الاحتقان على ضفة التحقيق بركاناً ينتظر انفجاراً، وقد حدث. غروب الأحد 25 أيلول كاد يطفئ نجمة صبح النهار السعيد ويرميها في ليل طويل. لقد نجت الإعلامية الزميلة في المؤسسة اللبنانية للإرسال مي شدياق بأعجوبة من تفجير عبوة في سيارتها المركونة في مدينة جوني. صدم العالم ولبنان لهول خسارة مي بعضاً من جسدها، وعم الرفض والغضب والذهول من فظاعة المس بالعزل إلا من الكلمة، ومن الدوس على كل القيم والاعتبارات والتعرض للمرة الأولى لصحفية وامرأة. لقد كانت جريمة مباشرة ضد الرأي العام. من لحظة الجريمة بدأ اللبنانيون القلقون يمارسون لعبة العد التنازلي توقعاً للجريمة التالية، وانتظاراً لتقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس، وسط أكبر استنفار عربي ودولي لنصح سوريا أو للضغط عليها من أجل التعاون مع التحقيق وحصر المضاعفات المحتملة للتقرير منعاً
لهز الاستقرار في سوريا ولبنان. And I think most of the country they know that Syria is not involved in that crime for two reasons. The first reason, this goes against our principles. The second reason, this goes against our interest. And from another aspect, Rafiq al-Hariri was supporter to the Syrian role in Lebanon. He was never against. So there's no logic in involving Syria in poking the putting the name the Syria's name in this crime. في 20 تشرين الأول 2005 قدم ميليس تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي وأشار فيه إلى الاشتباه بتورط مسؤولين أمنيين كبار في لبنان وسوريا بجريمة اغتيال الحريري. لم ينفي ميليس ولم يؤكد مضمون لائحة الأسماء السرية التي سربت إلى جانب التقرير والتي احتوت على اسمي شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد وصهره آصف شوكت. Do you now consider Asef Shawkat to be a suspect in your investigation, and do you consider Maher Asad to be a suspect in your investigation? I'll have to be a little careful because it's an ongoing investigation. So, I will ask for your understanding that I'm not going to answer this question, because with an ongoing investigation you have to evaluate the public interest and also the interest of the individual not to be exposed unless there is considerable amount of evidence. So it's always an evaluation between these two. So I really don't want to comment on this. Sorry. استكملت كماشة الضغط الدولي على سوريا بالقرار الدولي رقم 1636 الذي صدر بالإجماع خلال اجتماع متوتر لمجلس الأمن في 31 تشرين الأول وحضره الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية. وقد دعا القرار دمشق إلى التعاون مع التحقيق الدولي تحت طائلة فرض عقوبات عليها استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. معظم الدول لا تريد العقوبات. معظم الدول لا تريد العقوبات. معظم الدول، حتى الدول اللي يعني مثل أمريكا وفرنسا وكذا، منها الأد محمس على العقوبات. بس أنا شايف العقوبات حاصلة إذا ما حصل تعاون سوري، لأنه هذا هو ما هو بمتناول اليد. انعكس التقرير والقرار في لبنان انقساما في مجلس الوزراء بين المرحبين والمتحفظين بعد اعتبار قيادتي أمل وحزب الله أن التقرير لم يقدم أدلة ملموسة. وتوسع الشرخ الحكومي بعد نشر تقرير لارسن حول القرار 1559 وفيه تلميح إلى التزام حكومي بنزع سلاح حزب الله. إن أخطر ما في تقرير لارسن هو التحريض وبث سموم الفتنة بين اللبنانيين من جهة والفلسطينيين، بين اللبنانيين والسوريين، بين اللبنانيين أنفسهم، بين المقاومة والحكومة. من وين يعني أنا عم جيب هذا الادعاء؟ من خلال ادعائه لأقوال والتزامات يقول أن رئيس الحكومة اللبنانية قدمها له، أو أن الحكومة اللبنانية قدمتها له. حاول مجلس الوزراء أن يبدد قلق الكتلة الشيعية فأصدر بيانا يتمسك فيه بالحل الداخلي لسلاح المقاومة عبر الحوار. وفي الإطار نفسه زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط الرئيس بري والسيد نصر الله. سعى الرئيس بشار الأسد إلى قياس حدود الضغط على نظامه من خلال التواصل السريع مع الرئيس المصري حسني مبارك الذي أعلن أنه يسعى إلى تجنيب سوريا مخاطر شبه مؤكدة. كذلك
اعتمد على التنسيق الروسي الصيني لمنع قيام بؤر توتر جديدة في الشرق الأوسط على حد تعبير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. شعر الأسد أن المطلوب من وراء التحقيق رأس نظامه، فوجد أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم والمواجهة، فشن في خطاب له في العاشر من تشرين الثاني أعنف هجوم على الأكثرية الجديدة في لبنان والتيار الحريري والرئيس فؤاد السنيورة. الحقيقة أن هؤلاء معظمهم هم عبارة عن تجار دم، خلقوا من دم الحريري بورصة، وهذه البورصة تحقق مالاً وتحقق مناصبا، كل مقالة لها سعر، وكل موقف له سعر، وكل ساعة بث تلفزيون لها سعر. مع ذلك غضينا النظر عن كل هذه الأمور، لم ننزل إلى ساحته، بقينا في موقعنا المعروف كسوريا، واستقبلنا الرئيس السنيورة. تحدثنا في مواضيع مختلفة، وقلنا له نريد لهذه الزيارة أن تنجح، ونحن لا يوجد لدينا حقد على أي شخص في لبنان، تهمنا العلاقة السورية اللبنانية. قلنا له لا نريد من لبنان، أو ما نريده من لبنان، أن لا يكون ممر لأي مؤامرة على سوريا، لا أمنيا ولا سياسيا. قال هذا الموضوع، قالها بشكل حاسم وقاطع، لن أسمح على الإطلاق أن يكون لبنان ممرا لأي مؤامرة على سوريا. في الحقيقة ما نراه اليوم أن لبنان هو ممر ومصنع وممول لكل هذه المؤامرات، يعني السيد السنيورة لم يتمكن من الالتزام أو لم يسمح له بالالتزام، لأنه عبد مأمور لعبد مأمور. حاول الأسد عبر تقريع المسؤولين اللبنانيين والجهر بقوة الضغوط على سوريا شد وثاق الوطنية السورية وحماية النظام، لكن كلامه هز في المقابل الجسم اللبناني العليل، فانسحب وزراء أمل وحزب الله مرة أخرى من مجلس الوزراء لرفضهم إدانة كلام الرئيس السوري ضد رئيس الحكومة. نحن لا نشارك بجلسة تناقش قضايا خارج جدول الأعمال ومخالفة لنظام العمل الحكومي. أي قضايا؟ أي قضايا؟ اسمحي لي. لا، نحن لسنا مع التعرض لأحد، نحن نحترم رئيس الحكومة، ولكن أنتم تعرفون أن مجلس الوزراء ليس منبراً لردود الأفعال، يجب أن تدرس الحكومة اللبنانية موقفها بدقة وتروي وتأخذ وقتها لتجيب على كافة المشكلات التي تعني الشعب اللبناني. ولكن هذا رئيس مجلس وزراء لبنان هو الذي تعرض اليوم للكلام. استطاعة رئيس الحكومة اللبنانية أن يأتي إليكم ويرد كما يشاء، لكن الحكومة اللبنانية أن تتحول إلى منبر لردود الأفعال والأفعال المضادة وردات الفعل السريعة والشخصية والذاتية، هذا أمر أصلاً يعني ليس من الحكمة السياسية ولا. تهديد الأسد بالفوضى وأعلانه أن فرض عقوبات على سوريا سيزعزع المنطقة والعالم استنفر وساطات قطرية وتركية ومصرية وخصوصاً سعودية، إذ أوفد الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى دمشق 3 مرات الأمير بندر بن سلطان الأمين العام لمجلس الأمن الوطني في المملكة. وفي لحظة ذروة إقليمية متوترة تم ترتيب مخرج قضى بتقليص لائحة المطلوبين السوريين للتحقيق إلى 5، وحذف اسم اللواء آصف شوكت، كما تم التوافق على فيينا كمكان للتحقيق مع ضمانات روسية بعدم توقيف المستجوبين وعودتهم إلى دمشق. انسحبت معطيات الحلحلة على لقاء الرئيس فؤاد السنيورة مع وزير الخارجية السورية فاروق الشرع على هامش أعمال مؤتمر الشراكة الأوروبية المتوسطية في برشلونة، إلا أن حدثاً دراماتيكياً مفاجئاً قلب التوقعات. صباح 12 من كانون الأول 2005 طلع النهار كالعادة بعدما انتظر اكتمال طقوس صياح الديك، لكن ديك النهار المدمن على صيحة الحرية، النائب الشاب ومدير عام جريدة النهار جبران التويني،
كما نله على الطريق بين منزله في بيت مري ومكتبه في ساحة الحرية قاتل ومتفجرات مزقت جسده مع اثنين من مرافقيه الأوفياء. تغلب السكين على عنق الديك ونال من رمز ثالث من رموز الرابع عشر من آذار. إجماع لبناني وعربي ودولي على إدانة الجريمة وانقسام حكومي حاد على السرعة في طلب المحكمة الدولية. أردت أن أبلغ الصحافة بأننا إذا لم يدعى مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة لفتح التحقيق الدولي إلى كل الحوادث الاغتيالات التي جرت في لبنان ابتداء من استهدافي ووصولا إلى الجريمة التي وقعت اليوم، فإننا بالإضافة إلى اتخاذ القرار الفوري وإبلاغ مجلس الأمن بأننا نطالب بمحكمة ذات طابع دولي فورا للتحقيق في الإجرام المتمادي للنظام السوري ضد لبنان، فإن كتلتنا ستترك الحكومة مساء اليوم. اعترض وزراء أمل وحزب الله على قرار مجلس الوزراء الاستثنائي طلب محكمة دولية وتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق لتشمل سائر الجرائم اعتباراً من أول تشرين الأول 2004. انسحبوا من الجلسة وعلقوا مشاركتهم في الحكومة. انطلب مني أنه أمضي على ورقة بيضاء. طيب، انطلب مني أني وافق على شغلي. أنا أعتقد أنه يعني الأطراف اللي طالبي هذا الطلب بعتقد إلى الآن مش مغروس بذهنها شو أبعاد هذه المحكمة الدولية، قديش طولها، قديش عرضها، شو المرجعية تبعها، شو القانون اللي بده يحكمها، يعني شو صلاحياتها، مدى علاقتها مع الأجهزة اللبنانية الأمنية والقضائية، علاقة السلطة اللبنانية فيها، البروتوكول اللي بده يصير مش معروف بعد أي شيء عنها. يعني في شيء بيسموه كاريزما بروبرتيز، في الديفينيشن تبعها مش معروف. هلا اذا بتقلي انه انتم وافقوا على هذه المحكمه بقول لك يا اخي شو بتقلي ما بعرف. انا اعتقد انه الطرف الاخر الى الان مش واضحه قد منه مشخصات هذه المحكمه. النقطه المركزيه اللي كان نحن عم اعتكفنا على اساسها اكثر من مضمون المحكمه وتوسيع التحقيق هي كيفيه صياغه القرار السياسي بالبلد، لانه نحن ما كان في تباعد كبير بيننا وبين الحكومة حول المحكمة الدولية، كنا توصلنا إلى شبه تقارب حول هذا الموضوع في الموقف، لكن شعرنا وكأن هناك من يحاول أخذ الأمور إلى التصويت فورا حول قضايا أساسية تحتاج إلى مشاورات. كنا نفترض وما زلنا نعتقد بأنه هذا الأمر يجب أن يخضع إلى حوار بيننا وبين حلفائنا في هذه الحكومة وعلى رأسهم تيار المستقبل. في اليوم التالي قدم القاضي الألماني ماليس تقريره الثاني إلى مجلس الأمن، فاتهم دمشق بتضليل التحقيق وأصر على قناعته بتورط الاستخبارات اللبنانية والسورية في الاغتيال. ورغم ذلك فإن مجلس الأمن الذي أصدر بالإجماع القرار 1644 من دون فرض عقوبات على سوريا لم يكن حاسماً في بت طلب لبنان إنشاء محكمة دولية، بل دعا الأمين العام إلى مساعدة لبنان في تحديد شكل هذه المحكمة. بدا واضحا أن روح القرار 1644 دعت إلى التعاون السوري الفوري واللامشروط مع لجنة التحقيق الدولية، لكن الصيغة المرنة للقرار جاءت ثمرة نجاح روسيا والصين والجزائر في إزالة الكثير من العبارات القاسية التي وردت في مشروع القرار الفرنسي الأمريكي، وكان لذلك مقدمات وخلفيات أهمها ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أثناء جولته التي شملت السعودية ومصر عن وجود قلق عربي من أن تصبح سوريا عراقاً آخر. الجيش الأمريكي معظم دول العالم قادر يغير النظام فيها خلال فترة أيام. الجيش الأمريكي بيقدر يفوت على الشام خلال أسبوع. الجيش الأمريكي بيقدر يفوت محل ما بده، مش مشكلة. هاي مش مشكلة. المشكلة شو نوع النظام اللي بدك تبنيه؟
إذا في أمثلة من أمثلات العراق أنه إسقاط الأنظمة شيء سهل، تغيير الأنظمة شيء في غاية الصعوبة. كان النظام السوري قد أظهر قوة وتماسكا داخليا في شكل تصاعدي مخالف للتوقعات، اعتبارا من المؤتمر العاشر لحزب البعث في حزيران 2005، مرورا بالتغييرات الأمنية التي حصلت بعد المؤتمر، وانتهاءا بعدم حصول انعكاسات لعملية انتحار وزير الداخلية اللواء غازي كنعان في تشرين الأول. وعلى الجبهة العراقية، ورغم توقف التنسيق الأمريكي السوري اعتبارا من أيلول 2005، فإن دمشق سلمت في الأشهر الماضية 1600 من الجهاديين العرب إلى دولهم، ورحلت 2550 عراقيا إلى بلادهم، وحققت مع 4000 سوري حاولوا القتال في العراق، وفككت 10 خلايا للتكفيريين السوريين. وبلغت ذروة الاستفادة السورية من هشاشة المنطقة وتناقضاتها بعد إعلان نتائج الانتخابات العراقية منتصف كانون الأول، والتي أثارت حذر دول الخليج وأمريكا. بعد الانتخابات الأخيرة تغيرت بنية السلطة بطريقة جذرية بالعراق، وهذا ما لم يكن الأمريكان يتمنوه، لكن حصل، وما بيقدروا يخلفوا لأنه هذا إرادة الشعب اللي هني دعيوا إلى احترامه. تعمق الفرز الطائفي وتصاعد النفوذ الشيعي وتزايدت إمكانيات التأثير الإيراني، بالتالي الدول العربية اللي ذكرتها دول متأثرة بهذا التغير في العراق، وصارت مرعوبة أكثر من إمكانية فرز طائفي يأخذ دول الشمال، ما يسمى بدول الشمال يعني، أو ما كان أنطون سعاد يسميه الهلال الخصيب، تأخذ بمنحة مختلف عن عرب الجنوب. لعبت الاتصالات الإسرائيلية الأمريكية دورا في إقناع إدارة الرئيس بوش بعدم الدفع السريع لإسقاط النظام في سوريا رغم ضرورة استمرار الضغوط. في عناصر تانية بالسياسة الأمريكية تثير ريبة وهلأ تثير قلق وذعر الإسرائيلية، لا سيما ما يتعلق منا بتغيير الأوضاع القائمة بما يخص بنية السلطة في البلاد العربية وتحديدا سوريا. مش بس سوريا، مصر. يعني الإسرائيليين صدموا بالنقاط الكبيرة اللي سجلها الإخوان المسلمين بمصر، الإسرائيليين مصدومين بنتيجة الانتخابات العراقية اللي حصلت في 15 كانون الأول، الإسرائيليين مرعوبين من نتيجة الانتخابات الممكنة في فلسطين بكانون الثاني، الإسرائيليين منهم مرتاحين لإمكانية انتخابات حقيقية مفتوحة في بلد مثل المغرب لهم علاقات خاصة فيه. يعني عملية الدمقرطة تؤدي إلى عملية أسلمة، لأنه كما كان يقول مناح الصلح الله يطول بعمره، مشكلة العرب الأساسية هي عروبة النخبة وإسلام الجماهير. مسلحا بهذه الأوراق، خاض الرئيس بشار الأسد مبارزة بوليسية مع لجنة التحقيق الدولية ورئيسها الألماني ديتليف ميليس، بعد توقيف الشاهد المتهم محمد زهير الصديق في باريس، ثم تراجع الشاهد السوري الآخر حسام حسام عن إفادته في شكل أثار الأسئلة والشكوك. وهكذا باشر الأسد هجومه المعاكس في لبنان، مستفيدا من انتعاش الحلفاء ومن الثقوب الكبيرة في سفينة الحكومة نتيجة اعتكاف الوزراء الشيعة والانقسام حول القرار 1559 وسلاح حزب الله. في ظل القلق من الاندفاعة السورية، استطلع زعيم تيار المستقبل سعد الحريري لدى الرئيس حسني مبارك أسباب الارتداد السوري وحدوده، فيما كان وليد جنبلاط المتحصن في عرينه في المختارة مسكونا بهاجس الاغتيال يرفع اللهجة متهما النظام السوري بشن حرب إرهابية على لبنان.
علقت صورة الشهيد الجديد جبران تويني على واجهة مبنى النهار في ساحة الشهداء، لكن مصير الحكومة بقي معلقا على نتائج مسعى بدأه الرئيس نبيه بري للتأسيس لقاعدة حوار على المشكلة بين التحالف الشيعي والأكثرية والمتصلة بعناوين القرار 1559 وصراع الخيارات الخارجية المتداخلة مع الرزنامة الداخلية. حاول الرئيس بري أن يقارب الأزمة من خلال ما هو شائع حول عناوين الانقسام. كان واضح أنه قضية التحقيق، متفرعات هذا التحقيق، ما يتعلق بالمحكمة الدولية، ما يتعلق بتوسيعه إلى ما هنالك من أمور، أول عنوان. العنوان الآخر هو الجدل القائم حول كيفية مقاربة 1559 بما تحقق منه وبما لم يتحقق. فكان العنوان الثاني هو 1559 كقرار فارض نفسه على الخطاب الداخلي اللبناني ومتفرعاته. الأمر الثالث والأساسي هو إعادة تنظيم العلاقات اللبنانية السورية. حمل النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل إلى السعودية أفكاراً لمناقشتها كتسوية مع النائب سعد الحريري. الورقة تتحدث عن تأكيد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، عن الالتزام بالبيان الوزاري، بس أن المقاومة ليست ميليشيا، واستكمال والنص يعني بقية النص هي تماما ما ورد في البيان الوزاري، لا أكثر ولا أقل. تسربت بنود الورقة إلى بيروت مثيرة الشكوك حول صفقة ثنائية، ما استدعى تنسيقا عاجلا بين الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية بالتلازم مع اعتراض الشركاء الآخرين في الحكومة. شعرنا بأنه النقاش اللي حصل في ذاك الوقت بين الشيخ سعد وحلفائه من خلال الاتصالات التليفونية أنه أوصل إلى نتيجة، يعني على الأقل خرجنا بهذا الانطباع. تبين لاحقا أنه مش انطباع دقيق. بسرعة رتب الرئيس فؤاد السنيورة في بيروت عملية مشاورات منسقة مع القوى الممثلة في حكومة الشراكة مع النقيض في الخيارات والأحلاف. الرئيس السنيورة بعد عودتنا من السعودية طلب أن يشاور يعني شركائه بالحكومة. برأينا هذا وإن كان مشروع يعني وحق هذه المشاركة، لكن الشكل اللي صارت فيها، الشكل الإعلامي اللي أخرجت فيه هذه العملية والنقاش اللي فتح يمكن ما ساعد على إيجاد مخارج، بل على العكس أزم الأمور. قرأ التحالف الشيعي مشاورات السنيورة بحذر وريبة، خصوصا بعدما طلب رئيس الحكومة تعديلات على الورقة تستجيب لاعتراضات تحالف الأكثرية. شعرنا بأن هناك وبعد الجدل الذي حصل حول 1559، الجدل السياسي اللي قائم بالبلد، بأنه نحن نحتاج إلى تثبيت واحدة من المفردات اللي على أساسها نحن فتنا على الحكومة. الدخول إلى الحكومة كان على أساس تفاهم سياسي، مش بس لمجرد المشاركة وأخذ حصة في هذه الحكومة على قاعدة حزبية أو طائفية، كان على قاعدة سياسية بأنه يجب أن يكون هناك تفاهم حول القضايا الأساسية. أبرز قضية أساسية بالنسبة لنا وللإخوان في حزب الله هي كيفية نظرة اللبنانيين والحكومة اللبنانية تحديدا إلى المقاومة. أثار كلام منسوب للرئيس السنيورة عن رفضه ما يشبه اتفاق قاهرة جديد سخط حزب الله الذي جال وفد منه على قيادات روحية وسياسية، ملوحا بالانسحاب من الحكومة ومتهما رئيس الحكومة بالاستعجال في التحضير لكامب ديفيد جديد. أعتقد أن هذه اللغة التي استخدمها رئيس السنيورة لغة غير مقبولة، ولا تصح أن تصدر عن رجل مسؤول بمثل موقع رئيس الحكومة. يعني كأنه يستعجل تحقيق كامب ديفيد لبناني بهذا الطرح. كان الجدل محتدما حول عمل المقاومة وسلاح حزب الله بعد ساعات على إطلاق كاتيوشا مجهولة من الجنوب على كريات شمونة في شمال إسرائيل، الأمر الذي ساهم في رفع وتيرة السجال بين حزب الله ووليد جنبلاط بشكل غير مسبوق. لكن الجميع كان في غفلة عن مفاجأة جرى ترتيبها في الكواليس في الفترة الفاصلة بين القرار 1644 وبدء الهجوم السوري المعاكس في لبنان.
فقد أطل النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام على شاشة تلفزيون العربية من باريس متهما الرئيس بشار الأسد بتهديد الرئيس رفيق الحريري مرارا، ومؤكدا أنه من غير الممكن ألا يكون على علم بالخطة لاغتياله. من حيث المبدأ لا يستطيع أي جهاز أمني أو غير أمني في الدولة السورية أن يتخذ مثل هذه القرار منفردا. والرئيس بشار نفسه في حديثه لمجلة دير شبيغل قال، نفى طيب عن سوريا وقال إذا كان في سوريين متورطين هذا يعني أنا متورط. يعني جهاز أمني أن يتورط منفردا هذا أمر غير ممكن. عنيفا جاء رد القيادة السورية على خدام الذي شكل حتى العام 1998 مع العماد حكمة الشهابي واللواء غازي كنعان ثلاثيا قويا أمسك بما كان يعرف بالملف اللبناني، إلى حين تهيئة الرئيس بشار الأسد لوراثة السلطة بعد الوالد المؤسس حافظ الأسد. علت صرخات تخوين خدام في مجلس الشعب الذي اجتمع سريعا. لقد اعتبر أركان النظام أن ظهور النائب السابق للرئيس السوري على شاشة محطة سعودية خليجية تهديد لرأس النظام ونقض للتفاهم الضمني غير المكتوب الذي سبق الانسحاب السوري من لبنان كثمن ضروري بعد اغتيال الحريري، والذي تكرس بزيارة للملك عبد الله بن عبد العزيز وكان وليا للعهد إلى دمشق في السابع من أيار 2050. ما زاد الخشية السورية تزامن مقابلات خدام التلفزيونية المتلاحقة مع طلب لجنة التحقيق الدولية رسميا الاستماع إلى الرئيس بشار الأسد، فيما كان وليد جنبلاط يصعد مشجعا المعارضة السورية ومعتبرا أن الديكتاتوريات لا تلغى إلا بالدعم الدولي. ولأول مرة في حياتي أتكلم عن المعارضة السورية، شأنها أن تختار الطريق التي تريد، لكن أقول لا يمكن إطاحة نظام استبدادي إلا بدعم خارجي، والورقة أو بالأحرى المشروع ورقة دمشق هي ورقة ممتازة التي طرحتها المعارضة السورية، لكن أنصح أنه بدون دعم دولي لا فائدة. تحرك الرئيس المصري حسني مبارك من جديد وفي جعبته معادلة استمرار النظام السوري شرط التعاون مع التحقيق الدولي مقابل استقرار الوضع اللبناني شرط احتواء التوتر في العلاقات اللبنانية السورية. التقى مبارك في جدة الملك عبد الله بن عبد العزيز، ثم حمل اقتراحه عدم المساس بالرئاسة السورية حاليا إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي أكد عدم التدخل في شؤون سوريا، لكن على دمشق التعاون مع التحقيق، مع التحذير بأن ما يزعزع استقرار لبنان ينقلب على سوريا. Au Liban, les instigateurs des attentats et les stratèges en déstabilisation doivent savoir que le temps des ingérences et de l'impunité est révolu. Les résolutions des Nations Unies doivent être intégralement mises en œuvre et respectées. Nous attendons de la Syrie une pleine coopération aux travaux de la Commission d'enquête internationale. Nous attendons également de ce pays un strict respect de la souveraineté libanaise, de son changement de comportement dépend sans aucun doute son retour au sein de la communauté des nations. في اليوم نفسه أكد وزير الخارجية البريطانية جاك سترو من بيروت أن لا مساومة على القرار 1559، ولكن لا سياسة لتغيير النظام السوري. We have no policy whatsoever of regime change in Syria. The future government of Syria must be a matter for the people of Syria.
What we want to see is the government of Syria, whoever that is, meeting its international obligations. الأحد 8 كانون الثاني 2006 يوم القمم والمفاجآت. وصل وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل إلى دمشق صباحا لدعوة الرئيس السوري إلى المملكة سريعا. قطع الأسد بين دمشق وجدة واحدة من أطول رحلات حياته نفسيا وسياسيا بعد شهور من الضغوط والشكوك والاتهامات المعلنة والضمنية. حظي الأسد باستقبال مميز وكبير طمأنه إلى النوايا السعودية حيال نظامه، ونال فورا هدنة إعلامية حجبت عبد الحليم خدام عن الشاشات. أما الملك عبد الله فأكد الحرص على تعزيز العلاقات السورية اللبنانية بما يحفظ مصالحهما وأمن المنطقة. وتوج الأسد ذلك الأحد بنقل النتائج إلى الرئيس حسني مبارك في شرم الشيخ. تبلغ الرئيس شيراك من الوزير سعود الفيصل حصيلة المسعى السعودي للتهدئة بين لبنان وسوريا، وطمأن شيراك بدوره سعد الحريري إلى أن لا مساومة على التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري لقاء الاستقرار في لبنان وسوريا. كذلك تبلغ الرئيس فؤاد السنيورة من الرئيس مبارك نتائج المسعى العربي الذي تقاطع مع استكمال حوار لبناني مثلث في السعودية شمل الرئيسين بري والسنيورة وزعيم التيار المستقبل سعد الحريري. الأمر أيضا لا علاقة له بالمبادرة العربية. الرئيس بري كان بزيارة للحج، كانت مناسبة للقاء مع الشيخ سعد الحريري. لم توضع هناك أي ورقة لحل الأزمة الحكومية. في اللقاء مع الشيخ سعد الحريري كان هناك نقاش في ورقة تم التفاهم المبدئي عليها مع الرئيس فؤاد السنيورة في بيروت، ورقة لحل قضية اعتكاف وزراء حركة أمل وحزب الله تحديدا. هذه الورقة لم يعد هناك سر عن أنها لامست قضايا أساسية. أقلقت حوارات الخارج الفرقاء في الداخل، خصوصا بعد تسرب معلومات عن لجنة أمنية لبنانية سورية وعن صفقة تطيح بالتحقيق وتكشف معارضي النظام السوري ونفوذه في لبنان. عاد السفير الأمريكي فيلتمان إلى لبنان على عجل مخففا هواجس وليد جنبلاط وسمير جعجع والبطريرك صفير، ومؤكدا أن لا مقايضة بين سيادة لبنان وأمنه. فتشجع المعارضون لاتفاق جدة ورفعوا نبرة الاحتجاج. نحن أصلا رفضنا المبادرة يلي سميت سعودية، ما بعرف شيء سعودية اللي سميت مبادرة سعودية انطلاقا من مضمون، وبغض النظر عن رأي السفير الأمريكي ولا غير السفير الأمريكي. أنا بقول شغلي، نحن وقت بنقبل رأي أي كان من خارج لبنان كنا ما تكبدنا كل تكبدنا من 15 سنة الماضية، وقبرنا رأي اللي كانوا بلبنان من خارج لبنان. هذا أمر مبتوت بالنسبة لنا. هلا وقت عندنا مواقف تتوافق مع موقف جهة دولية معينة من أول حال، إيه هاي تتوافق معها. إذا نحن شايفين هيك مناسب لبلدنا وما بنستحي بهذا الشيء، فبما يتعلق بالمبادرة السعودية أبدا، نحن أخذنا المواقف من بعد ما تشاورنا نحن والحزب الاشتراكي مطولا فيها، وتبدلنا المعلومات بخصوصة تتبيننا، لأنه كان بعد ما طلعت محتواها ما طلع للعلن، تتبيننا محتواها بالضبط دغري. أصدر مواقف ملائمة بكافة الأحوال. إذا بتراجع الصحافة بتشوف أن الموقف الأمريكي إجا من بعد يومين ثلاثة أربعة من المواقف اللي كنا أخذناها على صحيح. كرست زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ديفيد ويلش إلى بيروت ومعه إليوت برامس المعروف بأنه من فريق المحافظين الجدد المتشددين، الموقف الأمريكي المتحفظ على الأفكار السعودية والمصرية للتهدئة مع دمشق. Speaking on behalf of the American administration, I reaffirm to His Eminence the continuity of the commitment of the United States to Lebanon and the people of Lebanon. And I emphasize to him that this commitment is firm, enduring, and non-negotiable. جاء البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 من كانون الثاني 2006 جملة اعتراضية قوية على طريق المساعي العربية. فالبيان الذي صدر بالإجماع
أعاد التأكيد على الإصرار على التطبيق الكامل للقرار 1559، وأعاد فتح موضوع الانتخابات الرئاسية الحرة وحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتدفق السلاح، محذراً بأنه لن يسمح لمرتكبي الجرائم الإرهابية بضرب الاستقرار والوحدة الوطنية. تزامن الاستنفار الدولي الجديد مع وصول الرئيس الإيراني المتشدد أحمد نجاد إلى دمشق في عز الصراع على سوريا، وفي لحظة صدام إيران مع المجتمع الدولي على خلفية الملف النووي الإيراني. في تحالف عمره ربع قرن بين سوريا وإيران، أحيانا الناس بتنسي، أحيانا ربما السوريين أنفسهم حاولوا يتنسوا بفترة من الفترات بالسنوات الأخيرة، وربما حاولوا يفتحوا قوات باتجاهات أخرى عربية أو تركية أو ما شابه. لكن عندما بدت المواجهة في الأفق عاد هذا الحلف إلى قوته، وعادت حاجة سوريا إلى إيران أكبر، وبالتالي أصبح محدد أساسي للسياسة السورية. ربما كان في خيارات أخرى مطروحة سنة 2002-2003. هلأ لأنه ليش؟ لأنه المعادلة بسيطة للغاية. سوريا عاجزة عن الحل بالتحالف مع إيران، وسوريا عاجزة عن المواجهة بدون التحالف مع إيران. وبالتالي إذا كان العصر عصر مواجهة، وهو عصر مواجهة ولبس المرقط، فإيران دورها أساسي بالحسابات السورية. تذكر العالم وهو يرى أحمد نجاد في دمشق أن بشار الأسد كان أول رئيس ذهب إلى إيران لتهنئة الرئيس نجاد بعد ساعات على تسلمه سلطاته في الصيف الفائت. وأدرك الجميع الآن أن الجميع يلعب أوراقه مكشوفة في المحور الممتد من أفغانستان إلى المتوسط. أمريكا وفرنسا والمجتمع الدولي وبعض العرب يحاولون وقف التمدد الإيراني عند البوابة السورية، ودمشق المحاصرة والمهددة تفتح الأبواب لأحمد نجاد وتفتح المواجهة بالتنسيق مع إيران انطلاقاً من لبنان. لقد ثبت الآن أن إيران تقرع بوابات المنطقة كدولة كبرى. الإيرانيين مستعجلين وعندهم ورقة ربيحة جداً في المرحلة الحالية، هي ورقة الإسلام السياسي. ربيحة جداً لأنه هن بدهم يفتحوا جسور تخرجهم إما من قوميتهم الإيرانية أو من مذهبهم الشيعي لتعزيز هذا النفوذ العالمي. وهم يعتقدون أنه يجب بناء جسور قوية مع الشارع الأكثر الإسلامي في العالم اللي هو بحقيقة الأمر سني. شو المفتاح الذي يسمح بذلك؟ هو الوجود في ساحة الصراع اللي بعدها عاطفياً أهم ساحة صراع بالنسبة لمسلمي العالم، اللي هو الصراع العربي الإسرائيلي. وبالتالي لن تتخلى إيران بسهولة، رغم أنه الأمريكان وغير الأمريكان بيعتبروا أنه إيران طرف ما له علاقة بالنزاع العربي الإسرائيلي، أو الأمريكان بيسموه الفلسطيني الإسرائيلي. لذلك لا جمل أحمد نجاد زلات لسان ولا الدعم المالي المتزايد لقوى الممانعة اللبنانية والفلسطينية والسورية، يعني حزب الله والجهاد وسوريا، دعم دبلوماسي ودعم مادي أيضا. كل هذه لا هي ظرفية ولا هي زلات لسان على لسان شخص غير مدرب مثل ما بعض الناس بيفتكروا، هي سياسة تدعو إلى أن يأخذ العالم علما بأنه إيران مستعجلة بأن تعتبر قوة إقليمية عظمى، وقوة يجب أخذها بعين الاعتبار. بعض الإيرانيين يطمحون إلى أن يأخذوا حتى محل الاتحاد السوفيتي كقوة موازية. كانت الرسالة الذروة التي توج بها الرئيس أحمد نجاد زيارته إلى سوريا اللقاء بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل نبيه بري، وهو اللقاء الذي أكد هواجس وليد جملاط
الذي راح صوته يلعلع رافضا ربط لبنان وجبهة الجنوب بالمحور السوري الإيراني المواجه والمضاد للمشروع الأمريكي. بعد أيام ظهر النائب سعد الحريري إلى جانب الرئيس جورج بوش في البيت الأبيض الذي كسر كل بروتوكول واستقبله كزعيم دولة. لقد أكدت صورتا دمشق وواشنطن أن الحل لخلافات اللبنانيين ليس في الداخل فقط، فكل طرف في الصراع الدولي والإقليمي يريد من اللبنانيين إدارة شؤونهم بما يناسب حساباته، فالأزمة في الداخل والقرار في الخارج. في كانون الأول 2005 سقطت محاولة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى للتهدئة بإطلاق النار السياسي من قبل وليد جنبلاط. وفي كانون الثاني 2006 تجمدت المساعي السعودية والمصرية، ثم تحول الاهتمام المصري إلى فلسطين بعد الانتصار الكاسح لحركة حماس في الانتخابات الفلسطينية في أكبر انقلاب إقليمي انتزع القرار الفلسطيني من فتح التاريخية والسلطة المنبثقة من اتفاقات أوسلو إلى يد حماس المتموضعة قياديا في دمشق وغير البعيدة عن طهران. تقدم الاهتمام العربي فلسطينيا على الأزمة اللبنانية، وكان لابد من وسيلة لإخراج الوضع الحكومي من الدوران في المأزق والعودة إلى إدارة الأزمة وصراعات الخيارات والمحاور على طاولة مجلس الوزراء، خصوصا بعدما حصل سعد الحريري على فترة سماح للحوار حول تطبيق القرار 1559 ونزع سلاح حزب الله. فابتكر الرئيس فؤاد السنيورة صيغة لفظية سحرية بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري في الجلسة النيابية في الثاني من شباط 2006، أعادت تحديد التعريف بالمقاومة وأعادت وزراء أمل وحزب الله إلى الحكومة. نحن يا دولة الرئيس لم نقم يوما بتسمية المقاومة بغير اسم المقاومة، وهي مقاومة وطنية، ولم نستعمل أي عبارة تصفها غير عبارة المقاومة الوطنية. وأشهد الله أنه كان هذا الكلام الذي قلته لم يكن نتيجة يعني اتفاق ومعد وكذا من النوع. الواقع كان بقي أنه في طلب أنه لصيغة معينة، وأنا قلت أنه هذه الصيغة لا تفيد لا المقاومة ولا تفيد لبنان. يعني كنت دائما أنا استعمل عبارة، وهي عبارة هيك تعبر، أنه إذا الحي نايمة ما حدا يروح يفيقها، ما حدا يحركش فيها، أو إذا التعبان نايم يعني. فبالتالي أنا اللي قلته عبرت عن كل شيء، عبرت عن كل شيء بس بكلام ما بتأدي إلى أي نتائج سلبية على أحد. ونحن حرصنا الشديد أساساً على لبنان وعلى المقاومة. السنة الثانية على التوالي يبدو قدر اللبنانيين مع شباط داكنا ملونا بالدخان. الأحد 5 شباط 2006، وقبل أيام من الذكرى الأولى لزلزال 14 من شباط 2005، فوجئ أبناء الأشرفي وصدم اللبنانيون بمشهد توغل واجتياح وغزو لم يألفوه في عز الحرب اللبنانية. فقد خرجت تظاهرة احتجاجية إسلامية ضد الإساءة برسوم كاريكاتورية إلى النبي محمد في صحيفة دنماركية عن سيطرة المنظمين
والقوى الأمنية معا. وقبل أن تصل التظاهرة إلى سفارة الدنمارك انقلبت إلى أعمال شغب منظم وفوضى عشوائية وصلت إلى عمق الأحياء السكنية الغارقة في السكون، آخذة في دربها كل ما صادفته من سيارات ومبان وشعائر دينية، مهددة بالاعتداء على كنيسة مرمرون وعلى مطرانية الروم الأرثوذكس، إلى أن انتهى مهرجان الاستباحة بإحراق المبنى الضخم والحديث الذي تشغل قسماً منه مكاتب السفارة الدنماركية في حي التباريس. هذا الانفلات الأمني الأول بهذا الحجم منذ خروج القوات السورية انطوى على خطر فتنة طائفية نظراً لاختراق مجموعات إسلامية متطرفة لمنطقة ذات طابع مسيحي، وأحدث إحراجاً لقوى الأكثرية التي يرأسها سعد الحريري لمجرد أنه شكل خرقاً لمناخ 14 من آذار، ووضع وجهاً لوجه القوى السنية والمسيحية التي التقت قبل سنة ونجحت في تسريع إخراج سوريا من لبنان. في اليوم التالي وقبل أن تلملم الحكومة وأطراف 14 من آذار الذيول والأضرار وشظايا المرآة السياسية المكسورة، اخترق ذهول الشغب ذهول ناتج عن مفاجأة صاعقة. لقاء في كنيسة مرم خايل على خط التماس القديم في الشياح بين زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشيل عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. اللقاء الذي جرى التحضير له بعناية منذ أشهر كان مليئاً ومثقلاً بالرموز، فقد جرى توقيته في ذكرى الانتفاضة الشيعية في 6 شباط 1984، والتي أدخلت الشيعة ركناً ثالثاً قوياً في المعادلة اللبنانية الداخلية التي قامت تاريخياً على الثنائية المارونية السنية. كما أن مشاركة زعيم حزب الله في اجتماع في كنيسة بعد ساعات على اجتياح أصولي للأشرفي بعث برسالة إلى جمهور التيار الوطني الحر وطائفته. ولا تتوقف مسألة الرموز عند هذا الحد، فاللقاء عقد بين الزعيم الذي ما زال يقاوم إسرائيل والقائد والعسكري الذي بنى قصته المكللة بشوك المنفى على مقاومة ما كان يسميه الاحتلال السوري، وهو عقد بين الرجل الذي يقيم تحالفا استراتيجيا مع سوريا وعلاقة شديدة الخصوصية مع إيران، والرجل الذي طرق كل الأبواب لإخراج سوريا من لبنان. إنه موسم المفارقات والانقلابات في مطلع عام ورث من العام الماضي عدة صور مقلقة في مشهد واحد عمقه العلاقة اللبنانية السورية التي تلامس القطيعة بعد مرحلة استتباع طويلة، والعقدة هي التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري. ونحن جيران، ونحن حريصين على أن تكون هذه العلاقة بكل معنى الكلمة هي علاقة أخوة، لأنه مهما طال الزمن لن يكون في هناك إمكانية لأي إنسان أن يغير الجغرافيا، بالتالي سنبقى جيران وسنبقى ننتمي إلى أمة واحدة ولنا مصالح مشتركة وبدنا نتعاون سوية. فبالتالي نحن يجب أنه نزيح التحقيق، بده يمشي التحقيق بده يمشي، لكن في هناك أمور بدأ الحياة تستمر، وبالتالي يجب أن نكون حريصين على أن تكون هناك علاقات جيدة بيننا وبين سوريا، وأيضا القضايا والمسائل التي تعيق سير هذه العلاقات يجب أن يصار إلى حلها. أقفل الخط العسكري على المصنع في البقاع، لكن الحدود اللبنانية السورية الممتدة على أكثر من 200 كيلومتر لا تزال مفتوحة على ممارسات وخلافات لم تحل منذ قيام دولتي سوريا ولبنان، ما جعل قضية ترسيم الحدود ملحة. أنا بعتقد أنه موضوع ترسيم الحدود مسألة يجب أن تحل بين لبنان وسوريا في كل
الحدود من الشمال إلى الجنوب بما فيها منطقة مزارع شبعة. ومنطقة مزارع شبعة هي أيضا عملية ترسيمها عملية ضرورية، لأنه بهذا الطريقة نقدر نحفظ حقنا مشان تطبيق القرار 425 عند الصادر عن مجلس الأمن. وإلا نحن منقول إنه هذه أرضنا. الإخوان السوريين إيه هي أرضكم، لكن ما في أي جهد عملي على الأرض تساوى. مجلس الأمن والأمم المتحدة بتقول لا، هذه أرض لبنانية، هذه أرض سورية. إذا ما عاد نحل الأمور إلا بموقف متعاون ما بين لبنان وسوريا ومع الأمم المتحدة. يعني التبرير بأنه والله هذه أرض محتلة من قبل إسرائيل ما فينا نعمل الشغلة، بعتقد أنه هذه لا التقنيات الحديثة، يعني حدا بيقدر يقول يعني بيقدر ياخذ هذه الأعذار. والأمم المتحدة قادرة تعاون، يعني فينا أطلب منها نتعاون كلانا، وبالتالي ممكن هذه تصير. فبالتالي منا مسألة. رغم استمرار سريان العمل في المعاهدة اللبنانية السورية للعام 1991، فإن طرح العلاقات الدبلوماسية موجود على طاولة البحث والنقاش جدياً للمرة الأولى في تاريخ البلدين المتلاصقين. العلاقات الدبلوماسية هي شغلة ضرورية جداً لكي تستقيم العلاقات. ليش؟ لأنه أن نترك العلاقات بالنهاية بمستوى الأجهزة الأمنية كما كان يجري، أنا خليني أقول أنا اللبناني العربي لشد ما يحز بنفسي أن تصل العلاقات بين لبنان وسوريا بأنه نمشي مظاهرات في الشوارع ضد سوريا. طب لو كانت العلاقات سليمة ما وصلنا لهم. فبالتالي يجب أن نبني علاقات صحيحة، والعلاقات عن طريق الدبلوماسيين هي الطريق الصحيح لأنه نوصل، لأنه تكون بدون أي مشاكل. على الحدود اللبنانية السورية أيضا حوادث ومخيمات تدريب فلسطينية على غرار مخيم قوساية التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ومكاتبها في دمشق. يعني في أمور لها علاقة بأنه يعني تسرب أسلحة وتدخلات، وفي هناك أحداث عم بتصير بلبنان بخلة بالأمن، في هناك معرفة طبيعية إمكانية للمساعدة في هذا الشأن. ها؟ والإخوان السوريين بيعرفوا، وأيضا الإخوان العرب والمصريين بيعرفوا، الإخوان في المملكة العربية السعودية بيعرفوا أنه في هناك إمكانية أيضا لمعالجة هذه القضايا والمسائل اللي عم بتهدد سلامة الأمن في لبنان. انفجرت قضية سلاح الجبهة الشعبية القيادة العامة مرتين في الأشهر الماضية. الأولى عندما تم الكشف للإعلام عن النفق في بلدة الناعم الشوفية في توقيت تلازم مع اشتداد الحملة على سوريا التي لوحت باستخدام كل الأوراق في خريف 2005، والثانية مطلع العام 2006 بعد حادثة التعرض لمواطنين من بلدة الناعم بإطلاق النار عليهم من المواقع الفلسطينية في مرتفعات البلدة. فرد الأهالي بموجة غضب وسخط تبعها قطع طريق الجنوب لساعات. وبسبب تزايد الحوادث اتخذ مجلس الوزراء قراراً في 13/20 الأول 2005 بحل مشكلة السلاح الفلسطيني سريعاً، وصار موضوع على الطاولة ولا يستطيع أحد أنه يسحبه عن الطاولة. بقى موضوع السلاح الفلسطيني يجب أن يصار من جهة، بداية خارج المخيمات يجب أن يسحب بالكامل، وداخل المخيمات يجب أن ينظم ويضبط، وبالتالي إلى أن يأتي الظرف المناسب لمعالجته، ونأمل أن يكون ذلك قريبا مع كل ما يجري هناك من تطورات. في أمور تانية طبيعي نحن عم نعالجها، أخذنا خطوة بالنسبة لإعادة فتح مكتب منظمة التحرير، وبينا بأن الحكومة اللبنانية صادقة ومبادرة وأخذت موقف بدون أي تلكؤ ولم تربط شيئا بشيئا. عملت هذا المواقف تقوم من جهة تانية بالنسبة للمواضيع الإنسانية والحياتية، تقوم باتخاذ كل الخطوات اللازمة من شان أنه هي تحسن الأوضاع الحياتية والإنسانية، ليس فقط
من انطلاقا من مقدرات اللبنانية المحدودة المادية، ولكن أيضا من خلال الاتصالات التي تقوم بها مع الدول الصديقة التي تمول منظمة الأونروا لحتى تقدر تحسن الأوضاع الإنسانية والحياتية في المخيمات الفلسطينية. بناء على قرار مجلس الوزراء، عقد الرئيس فؤاد السنيورة جولة يتيمة من الحوار مع وفدين فلسطينيين منفصلين. الحوار بدأ بلقاءين منفصلين للأسف، لقاء مع قيادة منظمة التحرير الفلسطيني في لبنان ولقاء مع قيادة التحالف الفلسطيني الغير منضوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطيني. أستطيع أن أقول أن كافة اللقاءات الرسمية في هذين اللقاءين وما سبقها من لقاءات كان مع الأخ عباس زكي أو الأخ أبو اللطف أو الرئيس أبو مازن، أستطيع أن أجزم أن كافة اللقاءات كانت إيجابية لا بل ممتازة. قيادة الجيش عندها تصور وعندها رؤية لكيف يجب معالجة هذا الموضوع من ناحية ضبط هذا، بس يجب أن يكون أمامنا الفريق الفلسطيني اللي هو كمان مسؤول عن هالموضوع هذا، تنقعد نحن وياه وندرس بالتفاصيل موضوع تنظيم وضبط هذا السلاح داخل المخيم. هناك صيغة أن يتولى الكفاح المسلح الفلسطيني الذي يمثل كشرطة أو كدرك داخل المخيمات بالتنسيق طبعا مع الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية لضبط الأمور في المخيمات. بدأنا بشكل جيد جدا أستطيع أن أقول. موضوع سلاح يلي هو خارج المخيمات ويلي هو بأيدي فصيلين من الفصائل الفلسطينية، هيدي عاد ما مش ممكن بقى يعني هيدي القبول فيها، يعني هذا في قرار لبناني، في إجماع لبناني وطني ورسمي عليه بأنه هذه الأسلحة أو الأنفاق كما نسميها في الناعمة وفي البقاع ما بقى يجوز بقى يعني أن تكون لها وجود. أنا أعتقد أن هذا السلاح بحاجة إلى موقف سوري واضح، الإخوان السوريين يستطيعوا أن يأخذوا موقف من هذا النوع، وبالتالي إذا أزحنا هذا الأمر بنكون أزحنا ما يسمى عقبة أمام تقدمنا باتجاه التعاون الحقيقي، لأنه نحن نرغب بأن يكون بيننا وبين الإخوان السوريين. لا يمكن أن نفصل بين المصالح اللبنانية والسورية، هناك مصلحة مشتركة في كل المجالات. هل يعقل أنه بلدين مش قادرين يقعدوا مع بعض؟ ليش؟ صورة أخرى في المشهد اللبناني المركب للعام 2006 هي السجال المحلي والدولي حول سلاح حزب الله الذي يصر المجتمع الدولي على أنه بند في القرار 1559 متروك للحوار بين اللبنانيين كي لا ينفجر لبنان. We understand this is a difficult process. We understand that Lebanon is a multi-confessional democracy with a variety of interests that need to be balanced. Nobody wants to see a situation where Lebanon is destabilized. But we expect that these resolutions will be implemented, and we respect the Lebanese people's desire to implement these resolutions through a Lebanese process. Comme vous le savez, la France a vis-à-vis du Hezbollah une position très claire. Nous considérons que le Hezbollah est une composante politique importante de votre pays. Elle est représentée au Parlement par de nombreux députés au terme d'élections qui ont été qualifiées par la communauté internationale de libres et démocratiques. Le Hezbollah a pu rassembler un certain nombre de députés. Pour nous, il n'y a pas à donner des bons et des mauvais points aux forces politiques libanaises. Nous sommes en contact avec l'ensemble des Libanais, avec l'ensemble des forces politiques libanaises, et nous entretenons effectivement des contacts avec toutes ces forces politiques, dont bien sûr le Hezbollah. In terms of Hezbollah itself, the United States does not have an issue with a legitimate political role, a legitimate civil role, social role for Hezbollah or any other organization. What we have a real concern with, and the international community shares that concern, as these resolutions you mentioned indicate, is that you have an armed group operating on Lebanese territory that's not accountable to any Lebanese governing authority, that's not accountable to the Lebanese people through its parliament, through its cabinet.
You know Lebanese history a lot better than I do. You can analyze it with more accuracy than I can. But it doesn't seem like it's a good idea for Lebanon to allow a foreign-funded state within a state to develop. I also note again that it's contrary to international law. En ce sens, je crois que le Hezbollah connaît bien les positions françaises, notamment sur la résolution 1559 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je redis ce soir que cet objectif du désarmement des milices libanaises et non libanaises est un objectif qui doit au fond être celui de tous les Libanais, puisque à terme, il s'agit bien de vivre ensemble, toute communauté confondue, dans ce pays qui est le vôtre, et où tous les Libanais, ensemble, doivent trouver des compromis et doivent trouver des moyens de dégager des solutions qui conviennent à tous. أعادت الصيغة اللغوية حول المقاومة التي ابتكرها رئيس الحكومة وزراء التحالف الشيعي إلى الحكومة، لكن الإجماع اللبناني حول سلاح المقاومة يخسر نقاطا بعد التدهور الصارخ في العلاقة بين حزب الله ووليد جنبلاط الذي أصبح يجاهر بأن حزب الله ميليشيا. ورغم ذلك فإن الحكومة تتعايش مع مشكلة مؤجلة. كلنا نقول بأن لدينا أرضا محتلة وهي مزارع شبعة، وعندما نقول بترسيم الحدود وبإعلان لبنانية مزارع شبعة هو أيضا هو خطوة عم نعطيها لأنه هذه المقاومة بعدها عم بتقوم بدور بتحرير أراضي لبنانية، وهذه أراضي لبنانية بدنا نحررها وتعود إلى كنف الوطن. وهناك أيضا قضايا بتتعلق بالموضوع بالأسرى يلي بالأسرى اللبنانيين المعتقلين في سجون إسرائيلية، وفي أيضا خرائط الألغام، وأيضا نحن بنقول إنه الاعتداءات المتكررة اللي بتقوم فيها إسرائيل على الأجواء اللبنانية أو على المياه الإقليمية اللبنانية يجب أن تتوقف، ونحن ساعون بكل هذا الموضوع. طبيعي هذا السلاح مربوط بعملية التحرير، يجب أن ننطلق أساسا من قاعدة أساسية بأنه حماية لبنان هي مسؤولية الدولة اللبنانية، ويجب أن نتحاور مع المقاومة ولكن على قاعدة أن حماية لبنان هي مسؤولية الدولة اللبنانية. في مشهد الأشهر الستة المقبلة أيضا استمرار عمل لجنة التحقيق الدولية الذي رسم مسارا في العام الماضي للتطورات وتعلق مستقبلا على نتائجه مصائر وسياسات. فبعد استقالة القاضي الألماني المثير للجدل ديتليف ميليس وتعيين القاضي البلجيكي سيرج برامرتس بعد التجديد للجنة ستة أشهر تنتهي في حزيران 2006، يجري انتظار الخطوة التالية المتعلقة بالمحكمة ذات الطابع الدولي التي طلبها مجلس الوزراء من مجلس الأمن. الآن بظن فينا نقول فيما لو أقر طبعا نهائيا من قبل الحكومة اللبنانية بالاتفاق مع الأمم المتحدة، لو أقرت المحاكمة أو المحكمة الدولية صار التحقيق الدولي والتحقيق اللبناني اثنيناتهم سوا بيصبوا في خانة واحدة هي المحكمة ذات الطابع الدولي. طبعا بهالمحكمة ذات الطابع الدولي حيكون لبنان حاضر، لأنه الطابع الدولي لا يلغي على الإطلاق الطابع اللبناني، لأنه هنالك عدة اعتبارات تحدد هوية المحكمة. بس إذا بتنظر لموضوع المحكمة الدولية من الخارج ماذا ترى؟ ترى أنه في يعني قدر من التآفف ومن التشكيك بفائدة المحاكم الدولية الخاصة. مثلا تقررت محكمة دولية بالنسبة لمجازر كمبوديا من 9 سنين، لجمعة الماضية لقيوا 8-9 مليون دولار تأسسوا المحكمة، بعد 9 سنين تأخر. ميلوسيفيتش ومحاكمة كوسوفو، اعتقل ميلوسيفيتش ب 99، نحن اليوم بال 2000 بأول 2006 بعد المحاكمة مش بتاخذ لسنتين ثلاثة. البوسنة 95، يعني صار لها أكثر من 10 سنين، بعده كاراجيتش وملاجيتش المسؤولين الأساسيين على المجازر اللي حصلت ما توقفوا، حتى ما حدا لقاهم تيوقفون. ففي المحكمة اللي صارت بالنسبة لرواندا واللي بتعقد جلساتها بعروشة، وفي حتى بعض اللبنانيين والعرب بيشتغلوا فيها كقضاة أو كمدعين، ما عم تتقدم، الشهود بخافوا، أحيانا يغتالوا، مكلفة طويلة، وكل شيء بدك ترجمه على 10 لغات، ساعة على الصربي وساعة على الرواندي وساعة، يعني في
إذا بدك دوليا قبل ما تصير مشاكل لبنان واغتيال الرئيس الحريري والاغتيالات اللي لحقته وسبقته وكذا، في بالنسبة للمحاكم الدولية نوع من تردد ما له علاقة بلبنان، له علاقة بس إذا في إلحاح لبناني حقيقي الأسرة الدولية قد تقبل بهذا الأمر، ولا الموقف الروسي مثلا إنه شو بالكم بالقصة، بس إذا مصرين ما في مانع، ما في مانع، بس انتبهوا بتاخذ وقت طويل مكلفة، كل شيء بده يترجم على كذا لغة، بدك تلاقي محكمة، بدك تشوف وين بدك تجمعها إلى آخره. لما بدها تصير هلا محاكمة ذات طابع دولي إن في لبنان أو في الخارج كما نص القرار 1644، هالقرار الظني سوف يقدم إلى المحكمة ذات الطابع الدولي، وهون هالشيء هذا حنبحث مع الأمم المتحدة هل يا ترى القرار الظني يصدر عن قاضي لبناني، يصدر عن مدعي عام دولي؟ هيدي من القضايا اللي كلياتها بعد موضوع بحث، وبظن انه بعده سابق الاوانه لتقديمها وتاكيدها الان، لانه بعده مش متاكده. هالشيء يعود الى الاتفاق يلي بده يصير بيننا وبين الهيئه الدوليه، ويسبق ذلك طبعا موافقه من السلطات اللبنانيه المختصه يلي بعد ما طرح لها هالاقتراح، لانه بعد منه ما استوى، يعني بعد ما صار منه جاهز، قد يجهز من بعد ما يعود الوفد اللبناني اللي حيرسل الى الامم المتحده ويجري المباحثات مع الأمين العام. شهوة القصر قصة كل عصر. منذ التمديد للرئيس إميل لحود في أيلول 2004 دار الزمن دورة كاملة محققا انقلابا تاريخيا في الوطن الصغير. نسبت إلى التمديد كل الويلات، لكن الوجه الآخر لهذا التمديد أنه جاء بكل القرارات الدولية وحقق معظم مراحل الانقلاب والتغيير. ورغم ذلك ما زال الرئيس إميل لحود يقاوم اكتمال الانقلاب الناقص، معتمدا على انتفاء وجود نص دستوري يلزمه بترك القصر، ومستفيدا من انقسامات معارضيه المتزايدة ودعم حلفاء ظاهرين ومستترين. نخاف كمان يجي كمان اي انسان تاني يكمل بنفس ذهنية الحكم القائم. الحكم القائم منه نموذجي بالنسبة على الأقل لرأيي أنا، وجهة نظري أنا، وبعتقد أنا بمثل قسم كبير من الناس يلي إلهم حق بالكلمة الأولى في قصة رئيس الجمهورية. نحن ما نخضع لنفس المعايير ونفس المقاييس اللي صدرت بالنسبة لغيرنا. هل هي نفس المعايير اللي بتنطبق على رئيس الحكومة وعلى رئيس المجلس النواب تنطبق على رئيس الجمهورية أم لا؟ بمعنى هل يكون له صفة تمثيلية أو لا ضمن الطائف الذي يمثل؟ هيدا الموقع يلي الطائف عطاه للمسيحيين وبحالة شلل تام كامل. وبهالخصوص بدي أقول على أنه صار لازم نشوف شو بدنا نعمل بهالموضوع، لأنه من جهة نحن كلنا بنعرف على أنه بالدولة بالوقت الحاضر ومؤسساتها ما في توازن، بس هالتوازن ما ممكن يبلش إلا من المركز المسيحي الأول يلي هو رئيس الجمهورية يلي هو بالوقت الحاضر مشلول، يلي عم يطالبوا بالتوازن بإدارات ومؤسسات الدولة. أنتوا كبداية أنه من المفروض يبطلوا أنه بشكل من الأشكال يشكلوا نوع من الغطاء على الرئيس لحود، لأنه من هون بتبلش عملية إعادة التوازن إلى مؤسسات وإدارات الدولة. في السراي الكبير الرابض على تلة في بيروت منذ منتصف القرن التاسع عشر، والذي رممه رفيق الحريري وكتب على مدخله لو دامت لغيرك لما آلت إليك، يجلس رفيق الحريري فؤاد السنيورة يقلب كرات النار الكثيرة ويبعد أسلاك الاحتكاك عن الصواعق الكبيرة، أمينا على تراث وحارسا لإرث ما زال طيفا يتحرك ويحرك.
سنة مرت على الزلزال الذي محى معالم مرحلة وزمن قديم، ولم تكتمل بعد عملية التسلم والتسليم بين القديم والجديد. فتح الرابع عشر من شباط 2005 الطريق لالتقاء اللبنانيين في منتصف الطريق، فسد جبل خلافاتهم الطريق. خرجت القوات السورية بزخم شلال دم الشهداء وهدير الحناجر وبراءة الغضب لتعود دمشق، فتحاول الدخول من الشقوق في البيت اللبناني واحتمالات التصدع في جدار الدعم الدولي. نفذ حلفاء التحرير نصف انقلاب على الرابع عشر من أذار بالتحالف الانتخابي الرباعي مع القوى الأساسية للثامن من أذار، ثم نفذ العماد ميشيل عون والسيد حسن نصر الله بعد أشهر انقلابا ثنائيا شيع التحالف الرباعي وأطاح معادلتي 8 و14 أذار. الحكومة المشكلة من لقاء ساحتين أضحت ساحة للمبارزة بين خيارين استراتيجيين ومحورين إقليميين ودوليين. الكثير من الحكمة لدى رئيس الحكومة والقليل من الحكم في يد الحكومة. رئيس الجمهورية يرفض مغادرة القصر ولم يعد حكما ولا قادرا على الحكم. منذ أشهر لا يزال لبنان يشغل مجلس الأمن الدولي ويشتغل به الكبار والصغار، فالصراع في لبنان هو الوجه الآخر للصراع على لبنان، والوطن الصغير مزروع بالألغام الكبيرة في منطقة مزنرة بالصواعق وصمامات الأمان نادرة الوجود. الاشتباك بين دمشق والمجتمع الدولي ينذر بوضع سوريا أمام مواجهة قاسية، ولبنان أمام خيارات صعبة. إيران تلعب بالملف النووي بعدما جمعت من الأوراق ما يكفي لجعل استهدافها عسكرياً مقدمة لانتشار الحرائق من العراق إلى لبنان. غيبوبة أريال شارون تثير الكثير من الأسئلة عن مستقبل المشهد الإسرائيلي، فيما حماس مرتبكة وهي تنتقل من خندق الانتفاضة والثورة إلى سدة الحكم وقيود الدولة. وفي العراق البركان متواصل وارتداداته شهية مفتوحة على الفتن المذهبية والسياسية. في بداية العام 2006 يعيش اللبنانيون في الموقع الوسط بين اللا انفراج واللا انفجار. هم في دولة نظرية وفي دويلات واقعية، ومرة أخرى استعادوا العيش في مستقبل ماضيهم في انتظار آت جديد سيأتي. مهما تأخر جاي ما بيضيع